أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة لحضور المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة في نسختها 48، والتي جمعت بين نادي المحرق والنادي الأهلي والمقامة على صالة عيسى بن راشد للكرة الطائرة في مدينة عيسى الرياضية، حيث توج سموه النادي الأهلي بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل صفر. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد أن ما تشهده مسيرة الرياضة البحرينية من تقدم وتطور في مختلف الألعاب الرياضية وما تزخر به من إنجازات رياضية حصدت بسواعد أبناء البحرين هو نتاج لما تحظى به من اهتمام مستمر من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمواصلة دعم تعزيز القطاع الرياضي ليواصل تحقيق الأهداف المنشودة. وهنأ سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لفوزه بلقب كأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة، متمنيا للنادي كل التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات الرياضية. ونوه سموه بما قدمه اللاعبون من أداء متميز في المباراة وما تمتعوا به من روح رياضية عالية وتنافسية جسدت ما وصلت إليه رياضة كرة الطائرة البحرينية من مستويات متقدمة، مشيرا إلى جهود الاتحاد البحريني للكرة الطائرة في حسن الإعداد والتنظيم لهذه البطولة. وقام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد في ختام اللقاء بتسليم كأس البطولة للنادي الأهلي وتوزيع الميداليات على أعضاء الفريق الفائز بالمركز الأول في البطولة ووصيفه.